كان الكلام في الاتجاه الثاني. قلنا بأنه في هذا الاتجاه يمكن أن يستدل بعدة أدلة. الدليل الأول هو الاستناد إلى السياق لإثبات أن المراد من الغنيمة هي المختصة بغنائم دار الحرب، وهنا بودي الإشارة إلى أن عموم أهل السنة الذين استندوا إلى هذه الآية لبيان اختصاص الغنيمة فيها بغنائم دار الحرب لم يثبتوا ذلك من خلال الاستناد إلى كلمات اللغويين حتى ندخل معهم في بحث اللغة، وهو هل أن اللغة تفيد العموم أو لا تفيد العموم. لذا ما ورد في جملة من كتابات الأعلام وهو أنهم بدأوا مناقشة هذا الرأي من خلال إثبات العموم من خلال كلمات اللغويين، هذا خروج عن محل الكلام، لأن هؤلاء يقولون حتى لو سلمنا أن اللغة تفيد العموم، وإن كان ليس كذلك عندهم، حتى لو سلمنا إفادة العموم فإن الآية لا تفيد العموم، وذلك بقرينية السياق التي أشرنا إليها فيما سبق. ويتذكر الأعزاء أننا قلنا بأن قرينية السياق قرينية متصلة، يعني أنها تهدم أصل الظهور، لا تعطي مجالاً لانعقاد الظهور في العموم حتى يبحث عن حجيته وعدم حجيته، بل أساساً القرينة المتصلة كما تعلمون لا تعطي مجالاً لانعقاد الظهور فضلاً عن الحجية. وهذا الرأي هو لعله المشهور بين علماء أهل السنة، واختاره أيضا جملة من علماء الإمامية من أولئك الذين أشاروا إلى ذلك ومالوا إليه، هو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الرابع في الصفحة 311 من الكتاب. هناك يعني في الجزء الرابع من مجمع الفائدة والبرهان، بعد أن يشير إلى مسألة وقوله فيما يفضل عن مؤونة السنة، قال: وأما الدليل عليه فكأنه الإجماع المنقول في المنتهى، مع أنه ينقل الخلاف فيما بعد وسيجيء، واستدل عليه بالكتاب بالآيات، مثل قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم. محل الشاهد قال: ولا يدل كون الكلام قبله في القتال وذكره أيضا بعده على كون المراد به غنيمة دار الحرب فقط. يقول: قرينة السياق لا تدل على اختصاص هذه الآية بغنائم دار الحرب. محل الشاهد: وإن كان هو محتملا غير بعيد. هذه عبارة المقدس الأردبيلي، يقول أن هذا الاحتمال وارد وهو احتمال غير بعيد، وهو أن قرينية السياق تجعل الغنيمة يراد بها غنائم دار الحرب لا مطلقا.
هذه العبارة الأولى أو العلم الأول، وممن أيضا صرحوا باختصاصها بغنائم دار الحرب بقرينية السياق هو ما ذكره السيد العاملي، السيد محمد الموسوي العاملي في مدارك الأحكام المجلد الخامس صفحة 378 إلى 381. يقول: الأول في وجوب الخمس في هذا النوع، ومراد من هذا النوع يعني ما يفضل عن مؤونة السنة. يقول: استدل لذلك بالآيات، احتج الموجبون بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى أن يأتي إلى صفحة 381. يقول: وفي جميع هذه الأدلة نظر، أما الآية الشريفة فلأن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب، كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة. هو واضح استناد إلى قرينية السياق لإثبات اختصاص الآية بغنائم دار الحرب. وكذلك السيد الهاشمي في كتابه الخمس بحوث في الفقه، كتاب الخمس الجزء الثاني، أيضا أشار إلى هذا المعنى واختاره لعله أو مال عليه. قال هذه عبارته السيد الهاشمي، قال: إذا فرض أن المعنى الأخص، مراد من المعنى الأخص هنا يعني الاختصاص بغنائم دار الحرب. يتذكر الأعزة قلنا بأن الغنيمة قد تستعمل باستعمالات ثلاثة: الاستعمال الأول اختصاصها بغنائم دار الحرب، الاستعمال الثاني أنه فائدة ولكنه بلا مشقة وتعب، الاستعمال الثالث وهو الأوسع من الأول والثاني وهو كل فائدة حتى أرباح المكاسب. هنا عندما يقول المعنى الأخص مراده ماذا؟ مراده المعنى أو الاستعمال الأول وهو الاختصاص بغنائم دار الحرب. يقول: إذا فرض أن المعنى الأخص وهو غنائم الحرب كان بخصوصيته مما يستعمل فيه لفظ الغنيمة، وهذا بيناه أيضا فيما سبق أن هذه المفردة قد تستعمل في الاستعمال الأول وقد تستعمل في الاستعمال الثاني الذي هو أوسع من الأول، وقد تستعمل في الاستعمال الثالث الذي هو أوسع من الأول والثاني. يقول: إذا فرضنا أن هذه المفردة لها استعمال مستقل في هذه الموارد الثلاثة، يقول: إذا فرض أن المعنى الأخص وهو غنائم الحرب كان بخصوصيته مما يستعمل فيه لفظ الغنيمة كمعنى استعمالي، أصبح السياق المذكور صالحا للقرينية على تعيين المعنى المستعمل فيه اللفظ في المعنى الخاص للعام، باعتبار أنه من استعمالات هذا اللفظ هذا المعنى ماذا؟ الأخص. والقرينة ماذا؟ قرينية السياق أيضا تثبت هذا المقام، إذن لا دافع لها، إذن قرينية السياق كافية لإثبات أن هذا هو المراد من الغنيمة، وهذا واضح. وفي المقام لا إشكال في كون المعنى الخاص مما يستعمل فيه اللفظ كثيرا، حتى احتمل كونه المعنى الغنيمة معنى الأصلي للغنيمة،
فيكون السياق المذكور صالحا للقرينية على إرادته من الآية المباركة. إذن واضح من هذا الكلام، نعم للتنزل يقول ولا أقل من الإجمال، هذا تنزل، وإلا ظاهر العبارة أنه يرى أن الآية مختصة ماذا؟ مختصة بغنائم دار الحرب. جيد، إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه يوجد رأي قوي بين علماء أهل السنة، ولعله المشهور ولعلهم أطبقوا عليه، أنهم استندوا إلى قرينية السياق، وهذا أصل مهم أعزائي في فهم الآيات القرآنية. القضية مو فقط مختصة بهذه الآية، يعني الآيات التي تكلمت، الآن لا نبحث نحن في العقائد وإنما نتكلم في آيات الأحكام، آيات الأحكام اللي قد تبلغ 500 إلى 600 آية، في الأعم الأغلب توجد فيها ماذا؟ قرينية السياق. إذا لابد أن نؤصل هذا الأصل، وهو أن السياق هل يمكن أن يكون قرينة على بيان المراد من ذلك الحكم أو ذلك الأصل أو تلك القاعدة، أو أن السياق أساسا لا قيمة له في مثل هذه الموارد. وهذه قضية مهمة وأساسية تعد من أهم مباحث علم أصول التفسير، ومع الأسف الشديد إلى الآن شخصا لم أرى بحثا مستقلا في هذا الموضوع، وهو أنه أساسا هل أن للسياق قرينية أو لا توجد قرينية، وإذا كانت هناك كانت للسياق قرينية ما هي الضابطة، متى نستند إلى قرينية السياق ومتى ماذا ومتى لا نستند. على أي الأحوال، في مقابل هذا الكلام